مساء الفل على كل متابعي تلفزيون اليوم السابع. احنا معاكم الان من نادي بنها الرياضي. طبعا زي ما اكيد حضراتكم شايفين استعدادات كبيره بيقدمها النادي ليه يعني اعضائه والجماهير المصريه لمتابعه مباراه منتخب مصر. وفي الاوقات الصعبه القلب بقى اقوى وبيتجاوز كل صعوبات من غير الم او استسلام. بيتجاوزها بشغف. الاوقات الصعبه ما بتستمرش. طبعا هنا استعدادات كبيره جدا يعني استعدادات نادي بنها الرياضي بمحافظه الالويه لاستقبال الجماهير المصريه لتشجيع المنتخب المصري في مباراه يعني الذهاب ب يعني ضمن التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه. طبعا بدا منذ قليل توزيع الاعلام المصريه على مشجعي مشجعي مصر هنا في النادي. طبعا ان شاء الله بالتوفيق يعني دي منتخبنا المصري وكامل الدعم ليه خلال مشواره النهارده في مباراه النهائي في يعني التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه، وان شاء الله نروح كاس العالم قطر 2022. طبعا زي ما اكيد حضراتكم شايفين بدء يعني توافد الجماهير المصرية وأعلام مصر طبعا اللي بتزين المكان هنا في نادي بنها الرياضي، وإن شاء الله يعني تشجيع ودعم كبير من المشجعين المصريين لدعم المنتخب المصري في مباراته الحاسمة والنهائية في المؤهلة لكأس العالم قطر 2022. طبعا شايفين التوافد دلوقتي بدأ من قبل الجماهير المصرية هنا في نادي بنها الرياضي بمحافظة الألوية. طبعا إن شاء الله الفوز للمنتخب المصري في مباراته الفاصلة والحاسمة. استعدادات طبعا مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الألوية أنهت استعداداتها بمراكز الشباب هنا في محافظة الألوية لاستقبال مشجعين المصريين لدعم وتأييد المنتخب المصري في مشواره. طبعا يعني دكتور محمود الصبروت وكيل وزارة الشباب والرياضة أعلن إنهاء استعدادات مراكز الشباب لكافة الاستعدادات وتوزيع أعلام مصر على يعني الأعضاء والمشاهدين المشجعين لمباراة مصر اليوم يعني لبس روح الوطنية والتشجيع للمنتخب المصري خلال مباراته النهائية والحاسمة اليوم. طبعا ان شاء الله يعني نفرح ويكون الفرحة كبيرة النهاردة مساء اليوم بتأهل المنتخب المصري لكأس العالم قطر 2022 بعد الفوز او تحقيق الفوز على نظيره المنتخب السنغالي اليوم. طبعا مباراة حاسمة وفاصلة بينتظرها فرحة كبيرة جدا من الشعب المصري بعد التأهل ان شاء الله في القريب العاجل. طبعا شايفين اعلام مصر بترفرف وبتزين المكان هنا ان شاء الله ودعم كبير من قبل المشجعين. ان شاء الله النصر لمصر في المباراه الحاسمه، وان شاء الله يعني نكمل او تكمل فرحتنا اليوم ب يعني فوز المنتخب المصري. طبعا المقرر الماتش خلال يعني اقل من ربع ساعه، يعني المقرر هينطلق في الساعه 7 مساء اليوم بتوقيت مصر في العاصمه السنغاليه دكار. احنا قدمنا لحضراتكم صورة من المشهد الموجودة دلوقتي في مدينة بنها وبالتحديد نادي بنها الرياضي، طبعا اللي بدأ التوافد من المشجعين المصريين لتشجيع المنتخب المصري في مباراته الحاسمة والنهائية في يعني مع نظيره السنغالي اليوم. طبعا تم توزيع الاعلام المصريه على الجماهير والمشجعين ل يعني بس روح الوطنيه خلال تشجيع المنتخب المصري اليوم. احنا كنا معاكم من نادي بنها الرياضي
بمدينه بنها بمحافظه القليوبيه، واستعدادات زي ما اكيد حضراتكم الصوره بتتحدث عن نفسها لتشجيع المنتخب المصري في مباراته النهائيه والحاسمه مع المنتخب السنغالي ضمن التصفيات المؤهله لكاس العالم قطر 2022. طبعا ان شاء الله الفوز لمصر والفرحه الكبيره تكمل ان شاء الله بامر الله من اليوم. بعد انتهاء المباراه هنكون معكم طبعا في خلال الاحتفالات بامر الله بعد فوز المنتخب المصري وضمان تاهله وحجز مقعده في كاس العالم قطر 2022. احنا كنا معكم من نادي بنها الرياضي، وكان معكم ابراهيم سالم مدير مكتب اليوم السابع بالقليوبيه. شكرا للمتابعه.